تعادل سلبي بدون اهداف في شوط اول دون المستوى بين الاهلي والداخليه، شوط ندرت فيه الفرص على المرمين لدرجه ان محمد الشناوي وعماد السيد حارسي الفريقين لم يختبرا الا كره عكسيه من زميله رامي ربيعه اعتقد، ومحمد الشناوي شالها ببراعه. انما هجمات وكور على الثلاث خشبات ما شفناش اي حاجه من نادي الاهلي او نادي الداخليه. فاصل نرجع نكمل كلامنا ونشوف اراء محللنا الفنيه على احداث الشوط الاول، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط دون المستوى. لا شوط اظهر اوجه الاختلاف بين اللاعبين، يعني شكل التدوير اللي حصل بين أفشة وبين محمد شريف فين، وبين علي معلول فين، وبين لعيبة كتير ديانج فين. لا كده بقينا بقى دخلنا في ايه وبي بقى. انا في لعيبة بتفرج عليها بقالي فترة كده، الكرة مش هتدي الا اللي يديها، يعني نتكلم كلام مظبوط بقى. احنا في اول 45 دقيقة مش شفناش حاجة خالص، يعني لعيبة حتى ما بتفكرش وما بتركزش وما بتبنيش وما ده مش ما تقوليش التدوير بقى اللي حصل، ها؟ لا دي لعيبه موجوده تعتبر محترفين كلهم. اللعيبه بتلعب الكره حتى الضربات الثابته اكيد في تمرين، يعني بيلعبوا الكره كانها تمرين، جت ما جاتش مش مشكله. ما فيش نحراره وما فيش موت على ضربه كورنر، ازاي انا اكون واقف على الاولانيه والثانيه وطالع وعامل، حتى اللي بيلعبها هيتعدي بس وخلاص، يعني ما فيش الكره عارفه طريقها مع اللي بيعرف يعملها. الكرة بتلعب وتبقى بتشتغل عندك كده طول ما انت اللي راكب فوقيها وانت اللي بتوديها وبتجيبها، بتعمل فيها اللي انت نفسك فيه كده، هتروح تلاقيها بتزغرط في الشبكة من غير ما اقول. الكرة تعرف تعمل الثرو باس، في لعيبة ممكن انا واحد زي كهربا ده انا عايز اللي حواليا كلهم يوصلوني، انا اتحرك قدام خطوتين ثلاثة، وعندنا شواهد معاه قبل كده، بس الخلية اللي حواليه يكون عندها النيرف ده انك انت عايز تخلص. ما نبقاش احنا قاعدين نقول نخلص في اول 10 دقائق ونخلص في 20 دقيقه، لقينا ان الموضوع احنا بنساعد الفرق الثانيه انها تطول معانا اللعب وانها تبقى جوه الجيم معانا. لا في مش مظبوطه، يعني لما انا بقى واحد القندوسي احنا النهارده قلنا الحمد لله انه هيبتدي بيه، عايزين مساحه نتفرج عليه وعايزين نتفرج الشوط الثاني كمان، بس الشكل ده لا مش هتنفع اسلوب اللعب ده. ده جت ما جاتش بختك يا ابو بخيت، فاهم ازاي؟ انا مش راكب على الهجمه، مش راكب على التنفيذ، مش بعمل 1 2 وسبرنت ودايس، ها؟ مش شايط. ده النادي الاهلي دي شخصيه الكبير. ايه خارج من اديك شفت اللي فاتت، احنا شوف احنا بنلعب الناس بتلعبنا ازاي؟ اديك فرصه نص فرصه بيحاول يجيبها فيك جول، انت النهارده كنت هتجيب جول في نفسك من كره عرضيه وحيده عشان الراجل عدى من محمد اشرف وراح لعبها بالعرض. لا انت ما عملتهاش الكره دي، انت بقيت ثلاثه انت محمد هاني وبرستاو وطاهر عند الاجناب كده وبيسيبوها، وده عايز يديها لده، الناس بتهرب من الكوره. لا اللي عايز يكسب لازم يبقى عنده مجهود قد كده 10 مرات، ولازم يبقى عنده هدف انه يروح يجيب جول. صحيح. كابتن علاء، شوط ضعيف فنيا من فرقتين وان كانت النتيجه في صالح الداخليه حتى الان. الداخليه ما يهموش ضعيف اكتر من ضعيف، المهم متعادل. النتيجه. لكن هو النادي الاهلي افتقد لعامل الفوز، لو انت لازم مباراه ما عندكش الدوافع انك تكسب هيبقى ده الشكل. مش اكتر من كده ايمن، عشان من غير ما نخش في تفاصيل، انا بتكلم في حاله عامه على الفريق كله. لو انا داخل المباراه دي ما عنديش دوافع الفوز وان انا لازم اكسب مش هقضي شوط، انا بكره الشكل ده، ببقى قاعد بجد يعني مش مصدق، ما بحبش انا الشكل اللي يخلي احنا هنكسب هنكسب ووقت ما يجي الجول يجي. كره القدم مش كده خالص، كره القدم بيدي الراجل مركز اللي عايز يلعب اللي عايز يبقى كويس. النهارده فرصه هايله لكل الناس اللي بتلعب النهارده، ليه النهارده ما لعبش وقول انا موجود وانا ما اقلش عن الراجل اللي قاعد بره؟ ليه لا؟ ليه هتضطر كولر يروح مغير ناس من اللي هو حاول يريح عشان المباراه القادمه اللي هي الاهم؟
ففي عوامل كتير قوي يا اما لو اتكلمنا فيها عايزين كتير قوي يعني، خلينا ناجلها بعد الماتش على خير ان شاء الله. لكن انت ضيعت حوالي 47 48 دقيقه من وقت الشوط الاول بلا خطوره، بلا شكل، بلا اداء، بلا اي حاجه تخص كره القدم. ده بالنسبه لك انت، بالنسبه للداخليه لا يعني شيء، ده تمام جدا 0 0 كده. لكن لازم الاهلي يتغير، مش لعيبه اكتر ما هو تفكير، لازم تقلق، لازم تخاف على الثلاث نقاط، لازم يبقى عندك الدافع تجيب ثلاث نقاط. كابتن اسامه، شوط اول سلبي على مستوى يعني شوط فعلا الواحد ما عرفش يتكلم فيه كتير. زي ما انت قلت في بدايه ما دخلت شوطين ما فيش تقريبا حاجه على الشناوي باستثناء كوره الشناوي اتعامل معاها كويس. الاطراف الاجنبيه شغاله كويس خالص، يعني الجنب اللي ما فيش شغل فيه، والناحيه الثانيه بيرستاو برضه نفس القدوسي ومروان وحمدي في لخبطه وتوهان، يعني القدوسي مش واضع خالص، مروان بيتحرك ناحيه الجنب اليمين ناحيه حمدي، وحمدي فتحي هو ناحيه بيرستاو، وحمدي فتحي هو اللي واقف. يعني حمدي فتحي الماتشات اللي فاتت كلها هو اللي كان بيتقدم ويكمل جوه ال 18 وكده، ومروان هو اللي بيثبت، يعني مروان هو اللي ثابت زي ما كان ديانج. لكن العكس النهارده بيحصل، مفيش استحواذ على نص الملعب، مفيش سيطره، ولذلك حتى فرقه الداخليه ابتدت تتجرأ عليك في نص الملعب، والالتحامات قويه وبتاع، في لخبطه. يعني انت استثني رامي ربيعه وياسر ابراهيم اللي عليهمش حاجه وتقدرش تقول عليهم حاجه، بعد كده في لخبطه في معظم عناصر الفرقه. فانا شايف انه رغم ان احنا كنا بنقول بعض اللعيبه تريح عشان ماتش القطن الاهم، لازم على الاقل، مش هقول ثلاث تغييرات بس، على الاقل واحد زي ديانج ينزل ويريح حد من نص الملعب زي قندوسي، زي اي حد من نص الملعب، بس غالبا القندوسي، ويطلع حمدي فتحي قدامه، يبقى مروان وديانج على اساس يعملوا كميه جري وحركه ملعب، لان ما فيش حد في نص الملعب. ممكن يفضل مروان وحمدي وينزل قفشه، يعني لازم يحصل حاجه تعمل فيها استحواذ وحركه في نص الملعب، لانك انت وبسرعه الا بقى يعني طبعا حسب ما بقى كابتن عادل. سريعا، شوط اول للنسيان، ولكن ما هي حلول الشوط الثاني؟ يعني حلول الشوط الثاني لازم انت الضربه بتاعتك لازم يبقى عندك تغيير، يعني على الاقل تنزل قفشه وعلى الاقل عشان تخلص المباراه. انت احيانا الماتشات اللي زي دي بتتعبك في الاخر، يعني اي مدرب في الدنيا بيعمل الاستيميشن على الدوري بتاعه اللي عاوز ياخد الدوري، في ماتشات عنده بيبقى ضامنها 100%، لما بيحصل له فيها اي كبوه يبقى عنده مشكله كبيره في مجموع المجموع اللي بنط في الدوري. لكن لازم التغيير، والتغيير فورا علشان يعمل اندماج، لان في بعد كبير قوي ما بين اللعيبه وبعض. وبعدين كلمه اخيره، انا مش شايف روح صحيح النادي الاهلي. صحيح، كل توفيق النادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.